قمنا بهذه الزياره بمعيه بعض الجمعيات الرجويه اللي كنشكرهم بالمناسبه. زرنا كيف ما كتعرفوا وكيف ما شاهدتوا الاب الروحي اللي هو الاب جيغو، وكل من رشيد البوصيري والحاج عبد المجيد الدولمي رحمه الله عليهم. دونك هذه كخطوه اولى ان شاء الله، وكنتمنوا غتكون زيارات اخرى في الايام القليله المقبله لبعض المسيرين اللي ما عيشناهم صراحه، ولكن عندنا عليهم ما يكفي من 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 المعطيات. عطاو الشيء الكثير ولم ينالوا الا القليل. مشكورين جميعا على هذه المبادره هذه اللي اتخذناها بمناسبه منتصف شهر رمضان لزياره دار الحين، كل من المرحوم الاب جيغو اللي عطى الكثير الكثير للكره البيضاويه والكره المغربيه، وكان هو سبب ديال كيفاش غنقول لك ولاده فريقين عريقين بالدار البيضاء واخوه اعداء هما الوداد والرجاء. وفي نفس الوقت قمنا بزياره للطارح ديال الحاج عبد المجيد الدولمي، وتنشكر الاخوان كاملين اللي قاموا بهذه المبادره في مقبره الشهداء بمدينه الدار البيضاء. جينا باش نزور المرحوم بيجيغو، ومنها الحمد لله حيت اليوم نصف رمضان فكرنا باش نجيو ندير زياره المرحوم. المرحوم وزرنا الحاج تا هو الدولمي، وبالمناسبه كانوا معنا الجمعيات بعض الجمعيات تا هما ديال التابعين للرجاء، ومن هنا مشكورين. وان شاء الله نتمناو التوفيق للناس كاملين، والله يرحم جميع امه محمد، يرحم والدينا ويرحم جميع امه محمد، وكنشكركم انتم تنتوما.